الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت هالكم خان كدوبة إن هدي لهي قدره إن كليب أه إن سكول كان أبارسو إن نتويك إن هذا الله بدن وكسر نقضي ومان كان ما أنت أمر إياه إن أي علماء دي لو تهمة أي علمي قدين تإسلام ك أي هذا الآن يوجين أو أنا سل إيرات كيس أنا يهينين أي إن ما أنت هاي كشيعان سكول كي وحويان هرت وحويان الله سبحانه وتعالى يقف إسلاما أو دين إسلامي كل شيء وبقول كي وبقول إسلاما إن أنت ترى هذا وحويان وحأنا ندي أوران كرين أو أنا ننو قيمين كرين أو أنا نقياس كرين نك علدون لي هذا هرت وحسك هذا كتاب كإسلام كا أنك الله رئيسي هذا القياس قدر نفسوري عفوا نك سوف حسك هذا كتاب كإسلام كا هلا يقول حكم أبوي إسقى كتاب كإسلام كا ما قبتها مركو أولاد إسلاما أو إسلامي ما كل على تاي ووحي نوغو قاري سناء إنتو صور ديغو سوشل ميديا ها ولي يوا خانيسين تا مستقبلك بالحقيقة تاسوان هيا أو علدون بيج كيسابان هيا أنا قمر كان هدليو إيه آن أو هدليو أفر تبقل إيه عرورة إيه أبارسو يجامع ديادة بديغتا وحالاقا هدلينين ليدي وا خانيس يقبض ليدي وا بادريد أنا قو بادرين ما دفاعينو نين لا يروى خنيس نما دفاعينه أو تاسع أنا قر نوما تعلو أو ما بدي دفاعك الرجال ما دفاعك رانا قب بقول كبا بقول سلام لكن أولاد يدي أو أولاد يدي أو أنو أنو دللي أو إسلام نما كده شو نضد إسلام النهاي مرك الله عاية يو إلا لا يروى خنيس كمستقبل كا عرور تاير إلا لا يهاي ما إردي قودا ملا جعد عيم سوى لو بناتي هرت علدون لما يعبدون بلا داعي سك الدين تسلام كهان الله حكم كتابك عسكري أنا جهنا لوجو حكمه مركو أنت عصا عرورة يا والد كودي وما ضحك قصتي إلا إلمها هل كا كتيرانو دللي إلا لي هي وعينك ده أنا جا دللي قفنا إسلام نمو كل شيء أو يسجي إسلام وإلمه يس إسلام يهاي لما أران كرو وعينك سوي هاي تاهر طبعا كربنا علدون يا ولد بحيل دبان ندي واحد لايي يدتك علدون واحد لو حنو كربنا إن يسجي الدين تإسلام كنا لوجو حكمه ilma islaama marku leeyahay waa caynka waxaan afdala soo marin karin uu ku sheegayo isaga diinta islaamka horta taasan isagana wax iskaleena marka horta isagu waa beenaale waa beenaale waana munaafiq waana kaafir anaga isaga inta ku sheegayne waana xaqiiqa waa waxaan ku aragnay culdo tan sheekh xatimi sheekh isaga islaanima looga fadhiyay inuu diinta islaamka hagee sheekh yiri dheeri waliba wixii lagu ridaabo dhidida arurteedu ma khaniisiin ba marka maxay dhididan arurteedu شيء عيسنا عروت هذا ماها كوبر كشيء يعني عروت هذا ماها أنت بيجو هذا يقنن قب هوس ما يجو حملة دفاعينه أنا جهرت قال توتلي ما دفاعينه إسقولة السومالي لان كويال يكو ميرك لا كويال يمر شيء دونه بها كويالان وايد قال ده كريستان وايد قال محا أتاني بأردن باتشوا جو أردية محا أوارس علامة دكار كاسار هذا بهرت يسقى شيء خوهم كور ربنا نمبر ون waxaa uu arkay ee xaqiiqada ah ee uu la yeey culimada uu ku canaananayo waliba isagu culimada ku canaananayo inuu farta loo saaro taa waan doonayna sheekhu sheekh maxamed ismaaciil weeyaan sheekh maxamed ismaaciil ha keeno wixii uu isagu arkay ee uu ilaahay la hortagaayo xasbi allah wa ni'mal wakiil inuu qofku ilaahay uu gafa maaha oo waxaanu arkin uu sheego waa ma aragtay baa lagu xisaabinaya qiyaamaha laakiin ma maqlaysay lagu oran maayo ma aragtay محمد إسماعيل حتى قو يسقو أبارسو وحي كتير أنا هب عليه دولة الصومال لأن مت بانورنا يا ودم علم ولاي هاي أو عقال بولاي هاي أو أضياء بولاي أو حجرت بولاي هاي أنت إسقول كتيمة دا إيه صو إكت حمان تيس يو حك صعدا ده صو أركان مركا أنا قال باب ذي دين لحلا ينه حمان تيميس ككانا عدين تنوان ربنا شيخ محمد إسماعيل عدين تانو كربنا أون وقب بسلا هاي waanu aamusnayno waanu dhageysanaynaa anagoo aldoon arkaynaa lu dhageysanaynaa oo nu lahayn waxba yaan loo jawaabin maanta laakiin way soo dhaaftay waa la isu jawaabaya guriga la isugu soo galay guriga ayaa la isugu soo galay caruuraha ayagii buu soo dhigay caruurahan ka hadlayna waa caruuraha ayagii awlaadii halkaa ku jirtay uu personal miidan tuu taabtay uu soo dhigaya miyaanu ilaahay ka yaabaynin ka marqaatiga ugu furaya miyaanu beenaalahay inoo sheekh maxamed ismaaciil oo uu leeyahay waxa weeyaan halkaas ay jirtay culimadii meeday culimada muxuu soo arkay wuxuu soo arkay in culimada u tilmaamayay ahay waxa weeyaan dawladda waxan leeyahay ta iskuul kan cid ha loo diro culimaha ha loo diro oo ha loo diro in wax garad ha loo diro oo dadkii deedanaynaya ha loo diro yaan loo dirin kolba sheekh intu meel fadhiisto
yana culimadana aanu aflagaadeynin oo aanu culimada dib waxba ka wada sheegne ninkaas oo kale dad culimadii uu sitaa een taytalkii culimuhu sitaa waana kan dad culimadii u hadlayeen culimadii meeday ninka ilaahay subxaanahu wa ta'ala horta xaq ah garasiyo aan duceynaynaa waa sheekho way ka yara siibatay baan leeyahay aan u maleeynaa markan ku soo noqdo hadalkayga sheekho way ka yara siibatay sheekhu ha ku noqdo inuu isagoo weyn hadal aanu ogeyn uu sheego oo codoon in dhinaca saara ma codoonna maxkamadda shariicada islaamka aanu doonaynaa inay wixii xaqa uu ogaa miiska isaguna keeno uu markhaatiyadeedina keeno intaasaan kaga baxaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu